من هنا كده اهو، تقدر تدخل تعدل تقول له مثلا انا عايز اعمل بش للشكل اهوت. اقدر اعمل سيلكت على اي عنصر فيهم، دوس رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل له سيف از، وتسيفه في ملف خارجي بامتداد اس كي بي اللي هو السكتش اب مودلز، بحيث تقدر تستخدمه في مشاريع تانية زي ما انت عايز.